النجم البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد يرحب بالنجم المغربي سفيان مرابط بعد انتقاله إلى الفريق الإنجليزي، ولن تصدق ما قاله كاسيميرو عن المنافسة بينه وبين سفيان مرابط. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. النجم البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد أكد اليوم من خلال تصريحاته للموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد أنه سعيد جدا 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 بصفقة سفيان مرابط، مؤكدا كاسيميرو أن سفيان مرابط أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل عام. وأكد أيضا كاسيميرو أن سفيان مرابط سيساعد الفريق نحو الظهور بشكل ممتاز وتحقيق البطولات هذا الموسم. أما عن المنافسة بينه وبين سفيان مرابط، فأكد كاسيميرو أنه لا يخشى تماما من منافسة مرابط، فمرابط لاعب ذو جودة عالية ومن الممكن أن يلعبان الاثنان معا داخل أرض الملعب، والأهم هو مصلحة الفريق. وفي ختام تصريحاته أكد كاسيميرو أن سفيان مرابط لاعب كبير جدا ويقدم دائما إضافة في وسط الملعب مع منتخب المغرب وكذلك مع فيرونتينا فريقه السابق.